خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله اليوم، ركز فيه خصوصا وأنه من قلب إفريقيا، ركز فيه على العلاقات المغربية الإفريقية بحكم يعني التواجد ديالها في نفس التراب. كذلك شق آخر تحدث عنه هو الحكومة المغربية واللي غادي يسهر بنفسه عليها، على أنها تكون يعني ما تكونش حكومة هشة، تكون حكومة من يعني قوية بكفاءتها، يعني وعندها لأنها عندها أدوار خارجية وكذلك أدوار في داخل المغرب.